قد ايش بيأثر حياة السوشيال ميديا والتوجهات فيها على حياتنا احنا الشخصية؟ طبعا الاختلافات والتوجهات تبعيت البلوجرز على السوشيال ميديا بتختلف من وقت لوقت حسب اذا بدك اهتمامات الناس وحسب هن شو بدهم وشو بيحتاجوا. وبالتالي التوجه الحالي للبساطة هو بفتكر نتيجة الأوضاع الاقتصادية اللي مرت فيها العالم بعد أزمة كوفيد والمشاكل الاقتصادية والمشاكل النفسية اللي تعرضت لها والمشاكل الاجتماعية. فهذا الشيء خلى البلوجرز شوي يغيروا التوجه اللي هن عم يعتمدوه. قديش بيأثر علينا تأثيرهم؟ كتير كبير طبعا، لأنه نحن أساسا وقت ما نفوت على السوشيال ميديا نفوت بهدف التلقي، يعني نحن عارفين ومجهزين أدمغتنا ونفسيتنا نفوت نتلقى معلومات، نتلقى إعلانات، دعايات، أخبار، وبالتالي تأثيره علينا كبير. زائد الفومو أو ظاهرة الفومو اللي طلعت بالفترة الأخيرة واللي موجودة عند الإنسان ولكنها تزايدت مع ظهور السوشيال ميديا، أنه العالم يعني بدي تعرف كل شيء، بدي تفهم كل شيء، بدي تصرف كل شيء. وطبعا نحن وقت بنكون متابعين أحد المؤثرين على السوشيال ميديا بنكون نهتم فيه، منحبه أو منحبه، طريقة لبسه، طريقة لبسه، شو بيأكله، شو بيعمله، وبالتالي نحن يعني مستعدين كل الاستعداد حتى نتأثر ولبل نطلب منه أنه يعملوا شغلات يأثروا فينا بطريقة حتى لا واعية أحيانا.